الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم ونرحب بحضراتكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الرياضية الناقلة لهذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا التحدي الكبير، مهرجان ولي العهد الذي يقام على أرضية ميدان الطائف لنسختها الرابعة. شكرا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك لدعمهم لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للهجن. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، في رابع أيام هذا المهرجان وفي أول أيام الحقائق ينطلق أول أشواطنا للقعدان. الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان الحقائق 3 كيلومترات، أتابع الانطلاق، أتابع المركز الأول والصدارة مع حالول سعد بن حمد بن فهيد الفهيده المري منطلقا على مقدمة الشوط مندفعا على الاندفاع الأول، بينما المركز الثاني أتابع انطلاقة وتحديات الذيب اهديان بن بادي بن سويد العتيبي أو في هذه اللحظة الطايش مسفر بن محمد بن زومان آل مرسان الهاجري ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع الانطلاق حضر سياف وفيصل بن زعل بن فريح الخمعلي يتواجد على المركز الثالث، ورابعا أتابع الانطلاق من مطلوب وسعد بن سالم بن علي الفهيده المري، وخامسا وصل في هذه اللحظات العابر ماجد بن سعد بن محمد السبيعي يتواجد على المركز الخامس. هذا هو نداؤنا للخمس المراكز الأولى، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى أول الأسماء، العودة إلى الصدارة ولوحة الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير. انطلق بهذا الانطلاق الفهيدة، ينطلق حالول سعد بن حمد بن فهيد الفهيدة المري، ينطلقون أهل السيح يتقدمون مع شوطنا الرئيسي الخاص بالقعدان، ينطلق على المركز الأول شعار الفهيدة، بينما الحضور بينما الانطلاق وصل على المركز الثاني، وتابع انطلاقة وتحديات العابر ماجد بن سعد بن محمد السبيعي على المركز الثاني، وثالثا أرى الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من مطلوب سعد بن سالم بن علي الفهيده المري، ورابعا وصل في هذه اللحظات وتقدم وانطلق جار الله بن علي بن راشد الفهيده المري يقدم لنا سكر، وخامسا وصل بهذه اللحظات وحضر هديان بن بادي بن سويد العتيبي يقدم لنا الذيب، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعار الفهيدة. حالول حالول انطلق بالشوط الرئيسي، انطلق أهل السيح، انطلق أبو سالم ليقدم لنا انطلاقة حالول وسعد بن حمد بن فهيدة بن فهيد الفهيدة المري مع الشوط الرئيسي أول أشواط القعدان الرئيسي. إلى السيح السلام، إلى السيح تهانينا والنماس لمالكي حالول سعد بن حمد بن فهيد الفهيدة المري، بينما من حلة ثانيا وصل في هذه اللحظات سعد بن سالم بن علي الفهيدة المري مع مطلوب، وثالثا وصل الذيب وهادي هديان بن بادي بن سويد العتيبي، ورابعا سكر جار الله بن علي بن راشد الفهيدة المري، وخامسا
وصل في هذه اللحظات العابر ماجد بن سعد بن محمد السبيعي. تهانينا وألف مبروك لمالك حالول سعد بن حمد بن فهيدة الفهيدة المري قاطع عن مسافة 3 كيلومترات في زمن وقدر 4:39.20 من الثانية، بينما من حل ثانيا مع ثاني المراكز وصل شعار مطلوب سعد بن سالم بن علي الفهيدة المري وتوقيته الزمن 4:39.92 من الثانية، بينما ثالث المراكز كان شعار هدياب بادي بن سويد العتيبي مع الذيب وتوقيت الزمن 4:42.99 من الثانية، ورابعا